ليس هناك جديد. الملف الأول تأخر سبعة 11 إلى متى بوت المحكمة في طلب الضم في يوم الخميس على أساس الثلاثاء المقبل. سوف يتضح قرار المحكمة هل قررت الضم أم عدم الضم. الملف الثاني الآن تو تأخر نفس السبب. تقدمت طلبة الصراح لكن النيابة العامة تعقب لمحكمة تأخذ قرار في الصراح. جرى الكلام سبق الكلام في الجلسة السابقة عن هذا الموضوع. المحكمة اتخذت قرار أكثر من ذلك كان القرار مكتوب. استمرنا في النقاش والآن أعيد النقاش من جديد وكان لأول مرة والحال المحكمة اتخذت فيه قرار سابق والقرار موجود ومطبوع. كيف ما كان القرار ما يمكنش نعاودو نناقشو قدام المحكمة. أنا كطرف مدني يوم تنصبنا اعتبرنا القضية جاهزة في أول يوم حتى لا يوقع عنا أننا نؤخر الملف ولو أنه كان من حقنا أن تمسمونا لطلع الملف وعدة المطالب. ورغم ذلك اعتبرنا القضية جاهزة حتى لا يوقع. الآن احنا كطرف مدني دائما جاهزين. الملف جاهز منذ أول جلسة. سبب التأخير لا يرجعوا إلينا إطلاقا. إلى طلبات الضم المحكمة قررت فيها البت تمدد الحكم تمدد أجل المداولة اليوم الثلاثاء يوم الخميس هذا الثلاثاء سوف يكون الملف جاهز مبدئيا. أما المتهمين كلشي حاضرين في حال صراحة حاضرين. اللي كان تأخر الملف هذا يستدعي تم استدعاء وحضر فما كانش مبرر للتأخير. مناوشات جانبية أحيانا ربما تافهة لا تستحق النقاش للأسف ولكن نضع فيها الوقت الكثير.